ياسر، مساء الخير نادية. إذن البداية بفعالية النسخة الثالثة للقاءات الإفريقية حول النجاعة الطاقية بالدار البيضاء، وهذا الملتقى سيهتم بالنجاعة الطاقية خاصة بالمجالات الترابية إلى جانب قطاع التمويل الأخضر. مساء الخير مشاهدينا الكرام. ملتقى النجاعة الطاقية إذن في نسخته الثالثة يهدف إلى إيجاد الحلول لاستغلال الطاقات المتجددة من جانب المقاولات من أجل مساهمتها في التنمية، دورة تشهد مشاركة العديد من المتخصصين على المستوى الوطني وكذلك المتخصصين في هذا المجال على المستوى الأجنبي، كما سنتابع في هذا الروبورتاج لإبراهيم أفاق وعاشور بن مسعود. الملتقى الإفريقي لنجاعة الطاقية في نسخته الثالثة سلط الضوء على التحديات الطاقية التي تواجه المقاولات بالقارة الإفريقية سواء في القطاعي العام والخاص. اليوم لا نتحدث عن النظري، نتحدث عن أمور عملية، كيف تمويل برامج ومشاريع وحلول النجاعة الطاقية، كيف يمكن أيضا أن تكون عندنا حلول النجاعة الطاقية، ثم في نفس الوقت مثل هذا اللقاء اللي هو لقاء إفريقي فيه تبادل التجارب بين الدول الإفريقية، ولا سيما أن إفريقيا الآن سوق كبير جدا واعد في مجال الطاقة. هذا الحدث إفريقي عرف مشاركة عدد من صناع القرار وخبراء وباحثين وفاعلين اقتصاديين. نتحدث كثيرا عن النجاعة الطاقية بالقارة الإفريقية وأيضا في جميع أنحاء العالم، وفي هذا اللقاء سنحاول البحث عن السبل الكفيلة لاستخدام الأمثل للنجاعة الطاقية في مجالات التنمية، وهذه المعادلة التي وجب إيجاد حلولها في هذا الملتقى. المغرب في قطاع النجاعة الطاقية يعتبر أحد الإجراءات الهامة التي يمكن أن تتخذ كنموذج وكتجربة ومن أجل الإيفاء بالالتزامات الخاصة بالدول الإفريقية تجاه اتفاق باريس. وسينكب المشاركون في أشغال هذا الملتقى على مناقشة مجموعة من المواضيع المرتبطة بواقع تفعيل النجاعة الطاقية بالمجالات الترابية والإمكانيات وتقوية القدرات التمويل الأخضر بالمغرب.